استغلها الحلفاء حلم الشريف حسين في الاستقلال عن الدولة العثمانية ومساعدته في تكوين دولة عربية، وبدأت المراسلات بين الطرفين لمعرفة حدود الدولة العربية. كان الشريف حسين يطالب بإقامة دولة عربية كبرى مستقلة يتولى حكمها، وإنشاء خلافة إسلامية عربية على أنقاض الخلافة العثمانية يكون هو خليفتها بريطانيا. وعادته بإقامة دولة عربية مع استمرار نفوذها، ولم تشر إلى موضوع الخلافة الإسلامية. بدأ الشريف حسين الثورة في يونيو عام 1916، واستولت على جميع مدن الحجاز الكبرى عدا المدينة المنورة. زحف الجيش العربي بقيادة الأمير فيصل ابن الشريف حسين في اتجاه معان ينبع العقبة، واستولى عليها في 6 مايو عام 1917. وحارب العثمانيون في منطقة شرق الأردن، ومهد الطريق للجنرال الليمبي لاحتلال بيت المقدس في 9 ديسمبر عام 1917. سبتمبر عام 1918 تقدم الجيش العربي بقيادة الأمير عبد الله ابن الشريف حسين في اتجاه دمشق، واحتلها في أول أكتوبر، ثم دخلتها القوات البريطانية التي أكملته باحتلال حمص وحماة وحلب. الشريف حسين بمعونة القوميين، العناصر القومية العربية اللي موجودة في سوريا، رسموا الخريطة، قالوا معناها كده جغرافيا شبه مستطيل الجزيرة العربية، يعني يبدأ من عدن تحت جنوبا، يطلع شمالا بحذاء البحر الأحمر فوق البحر المتوسط لحد حدود تركيا، يتجه شرقا حتى العراق، ويمشي ثاني لحد الخليج وينزل على الجنوب. يبقى ده ايه؟ الدولة العربية. الإنجليز طبعا هم مش لم يكن هدفهم المساعدة الحقيقية، ده استغلال حلم لتشغيلهم وفتح جبهة على الأتراك، بس بيلعبوا بهذه العواطف. بدأوا بقى ياخدوا وقت طويل في المساومة معاه حوالين المنطقة دي. قالوا له أنت عاوز تعمل دولة عربية، بس إيه قولك بقى إن إحنا في مناطق غير عربية في المنطقة دي. قالوا زي إيه؟ قالوا الأكراد ومنطقة الإسكندرونة دي كلها أتراك. هنا يعني استغلوا هذا الحلم واتفقوا مع الشريف حسين إن هو يقوم بالثورة. وهنا دخل عوامل كثيرة جدا لتشجيع الثورة، أخذوا فلوس وأخذوا معدات إلى آخره، ونجحوا في هذا، إن نجحت القوات الحجاز في إسقاط الحكم العثماني من بلاد الشام. لكن وهنا انتهى الأمر، لم تعلن الدولة العربية، لأن لم يكن هدف الإنجليز هو فعلا إقامة دولة عربية. حصل نوع من التحالف، طبعا المستفيد الأكبر منه كان دول الحلفاء إنجلترا وفرنسا، لكن العرب يعني بنوع من التحالف ما بين دول الحلفاء اللي بيحاربوا ضد الدولة العثمانية وبيسعوا إلى إضعافها، تم دعم زعامة الشريف حسين بن علي شريف الحجاز، أو في أنه يقود ثورة عربية سمية كبرى سنة 1916، وينطلق من الحجاز إلى في اتجاه الشمال إلى سوريا الكبرى والعراق لإنهاء السيطرة العثمانية. أصبح هناك ما يشبه فيلق عربي بيحارب إلى جانب الحلفاء ضد الدولة العثمانية. وهكذا حمل الجيش العربي بقيادة الشريف حسين عبء دحر الدولة العثمانية وطردهم من البلاد العربية، ومهد الطريق أمام قوات الحلفاء لدخول المدن والعواصم العربية دون عناء، قبل أن تبدأ مراسلات الحسين مكماهن في يوليو 1915. كانت هناك مفاوضات أكثر خطورة قد بدأت بالفعل في مارس 1915 في لندن، ثم انتقلت إلى القاهرة وانتهت في مايو 1916 فيما يعرف باسم اتفاق سايكس بيكو. وسافر بي سايكس وبيكو إلى بطرسبورغ لاستكمال المفاوضات
حول مطالب الروس في التركة العثمانية، وهناك تم عقد الاتفاق الثلاثي بين الدول الحلفاء الثلاثة بريطانيا وفرنسا وروسيا، والذي كان معاهدة تقسيم صريح. في الوقت اللي كان فيه المفاوضات بتجري بين الشريف حسين ومكمهون ممثل بريطانيا العظمى على تدبيرات الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية، كان انجلترا وفرنسا وروسيا القيصرية بيجتمعوا عشان صياغة اتفاقات لتقسيم أملاك الدولة العثمانية بعد انتهاء الحرب وبعد هزيمة هذه الدولة وزوالها من الوجود. وكان طبعا في اتفاق شهير جدا كلنا عارفين اللي هو اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة. سايكس بيكو، سايكس طبعا انجليزي، بيكو فرنساوي، قالوا الآتي: حسب المصالح ان فلسطين والعراق تبقى تبع انجلترا، وسوريا ولبنان او شمال سوريا يبقى تبع فرنسا، ده الاساس. لكن دخلت في الاتفاقية ديت روسيا. روسيا بتاخد بقى اجزاء منطقة كردستان وارمينيا وبعض المناطق من الدولة العثمانية في الشمال. هذه الاتفاقية في الحقيقة لم تنفذ، يعني مش هي اللي حصلت بعد يعني حصل تعديلات جوهرية في هذه الاتفاقية، يمكن خطوطها العامة ما اختلفتش كتير، بس حصل تعديلات. يعني لما نمسك الخريطة المرافقة او المصاحبة لاتفاقية سايكس بيكو هنلاقيها تختلف عن الخريطة اللي انتهى اليها مؤتمر الصلح في فرساي في فرنسا، واللي اوكلت لبريطانيا وفرنسا إدارة هذه الأملاك السابقة للدولة العثمانية. بقى في حاجة اسمها العراق كلها مع انجلترا، وبقى في حاجة اسمها شرق الأردن أيضا مع انجلترا، وبقى في فلسطين كمان مع انجلترا، أما سوريا الكبرى اللي هي لبنان وسوريا فبقت مع فرنسا. اتغيرت الخريطة، وروسيا خرجت من الموضوع أصلا، لأن اللي كشف أو اللي فضح هذا الاتفاق السري هو قيام الثورة الشيوعية في روسيا. النظام الجديد في روسيا طبعا خرج من اللعبة دي ورفض فكرة الاستيلاء على الممتلكات باعتبارها جزء من القيم الاستعمارية اللي هو بيرفضها، وفضح الاتفاقية وأعلنها وأعلن خرائطها.